يقول السائل: حدث عندنا مؤخرا في أرض الجزائر فيضانات أودت بحياة الكثير من الناس، منهم من وجد ومنهم من فقد، ولكنهم يقينا تحت الأنقاض، فهل يجوز أن تصلى عليهم صلاة الجنازة في تلك الأماكن؟ نعم، الفيضانات هذه من الطوفان، من الطوفان، والطوفان عذاب من الله جل وعلا، كما أرسله على قوم فرعون، وكما أهلك الله به قوم نوح، أخذهم الطوفان، هذا من الطوفان والعياذ بالله، وهو عقوبة بلا شك. وأما السؤال عن الصلاة على من تحت الأنقاض ولم يقدر على استخراجهم، نعم يصلى عليهم صلاة جماعية، صلى عليهم، وتعتبر الأنقاض هذه قبورا لهم، تعتبر قبورا لهم، يصلى عليهم. نعم، إذا لم يمكن استخراجهم والعثور عليهم يتركون ويصلى عليهم، وتعتبر هذه قبورهم.